بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على حضرة سيدنا رسول الله وعلى آله وصحبه أجمعين. داتا بليندنج مفهوم كان خاص بربط البيانات. هنحاول فيه نصمم خانة معينة من نوع معين هنربط فيها ما بين القيمة اللي بيحطها أو القيمة اللي بيبتدي يختارها اليوزر يشدها بالسلايدر علشان تظهر في الخانة دي، والعكس صحيح، القيمة اللي يكتبها اليوزر في الخانة راح تتطبق ان ريال تايم في نفس اللحظة على السلايدر، يعني هيلاقي السلايدر بيتحرك معاه. طيب خلينا انا في المقام الاول كده، انا هعمل الجريد بتاعتي، تمام؟ هعملها بعشرة واتنين يا جماعة. فوق هدي ده الكلاس بتاع مثلا، ده هنخليها اللي فوق عشرة، small 10، تمام. والديفيجن التاني كنترول اس، في الديفيجن ده هبتدي احط الانبوت بتاعي. الانبوت ده يا جماعه هيكون دايركتلي طبعا شور من نوع نمبر، لان اللي هيتكتب فيه ارقام، تمام. اوكي خلينا نشوف ايه اللي احنا عملناه حتى الان. ادي الانبوت بتاعي ما ظهرش. انبوت طيب، طبعا انبوت تايب يساوي نمبر، تمام. انا اعمل كنترول اس وادي يا جماعه الجريد بتاعتي نفسها، اسف، السلايدر بتاع الناحيه الشمال، والانبوت الرقم اللي انا كنت بقول عليه، بس لسه انا ما ربطتش. ده اللي انا كنت اقصده بالريال تايم يعني. طيب اوكي، علشان نبتدي نربط ما بين الاثنين محتاجين اكزاكت يا جماعه، محتاجين اي دي بالنسبه للخانه ديت نفسها، وخلينا نقول مثلا سلايدر value. اوكي، وانا هاخد القصه ديت بكوبي، وانا محتاج احط اي دي في الانبوت هنا، كما اني محتاج خاصيه جميله خالص في الهاندل يا جماعه، في الاسم بتاع الهاندل في السلايدر هاندل، محتاج خاصيه اسمها area controls، area hyphen controls بيساوي، وهديها نفس القيمة اللي أنا كنت حاططها من شوية. فين؟ نفس القيمة اللي أنا كنت حاططها في الـ ID. يبقى أنا عملت ربط ما بين الـ ID ده وما بين الـ Area Controls دول، بحيث إن الاتنين يكونوا دايركتلي موجودين مع بعض. فالمفروض إن أنا عملت ريفرش هنا، ألاقي إني لو أنا غيرت مثلا وكتبت 60 مثلا 80 وعملت Enter 50، لو جيت أغير فيها بإيدي ماشي، هتلاقي إن القيم بتبتدي تتحرك معاك، أو لو أنت جيت تحركها بإيدك هتلاقي إن القيم بتبتدي برضه تتحرك معاك. القصة بتاعت الكنترول عليها بإنتر والكلام ده ممكن يكون ليها كنترولز تاني هنحاول نتعرف عليها إن شاء الله بإذن الله. أنا مش متأكد من صدق المعلومة دي يا شباب. كلكت تاني مرة، كل اللي إحنا عملناه إن إحنا عملنا إنبوت من نوع نمبر وادينا له اي دي، وفوق استخدمنا خاصيه اسمها area controls وادينا لها نفس القيمه بتاعت الاي دي. كده عملنا المساله بتاعت البليندنج او الربط ما بين الداتا ديت. سبحانك اللهم ربنا وبحمدك، لا اله الا انت، استغفرك واتوب اليك. السلام عليكم ورحمه الله تعالى وبركاته.